هذا على وقت. سيد كمال الفقيه مرحبا بك معنا على ديوان فهم. مرحبا سيد الوالي. مرحبا بكم ومرحبا بسبعينكم. فقط ما نشطول معك لأنه كان معنا الرئيس المكتب الإعلامي لحزب التحرير وقال بأنه قدم ترخيص إلى وزارة الداخلية. وزارة الداخلية انفات الآن، هل أنتم على علم بأنه قدم ترخيص لكم أنتم مثلا حزب التحرير لتظاهر يوم 14 جانفي؟ في القانون نحن ما عندناش قدم ترخيص، بالضبط قدم طلب. طلب بالضبط، سامحني اي طلب وبعدك اذا كان بالضبط هذا هو. هو تقدم بطلب خارج الأجيال القانونية. تقدم وفق الفصل 2 من المرسوم. بالضبط به، معناه تقدم بطلب للولاية خارج الأجيال القانونية المنصوص عليها بالقانون. علاش ما نشرتوش سيد الوالي؟ بالضبط 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 بالضبط، هذا سؤالي. علاش في الكومينيكي وقت اللي قلتوا الحزب هذا يخرج الحزب هذا ما يخرجش، علاش ما قلتوش مثلا اطلب حزب التحرير وجاء معناها اطلب حزب التحرير لكن جاء بعد الأجيال خارج الأجيال؟ لا هو نحن ما فماش داعي باش نجاوبوه بالكومينيكي. شوفوا نحن الكومينيكي راهو عملناه هذاك استثناء باعتبار انه التاريخ تبديل بلايس وقت هاي. معناها في الحقيقه الجواب ياخذوها عن طريق مصالح الامنيه وفق منطوق القانون. راهو القانون عدد 4 لسنه 60 راهو نص على كل الصور ومعناها وكل البروتوكولات المعمول بها في الاجتماعات العامة والمواكب والاستعراضات والتظاهرات والتجمهر. وبالتالي إذا كان احنا ما جاوبناهوش تجاوبوا المصالح الأمنية بالرفض. مش هذا يا سيد الوالي سؤال بالرفض. إذا أجيبها بالرفض فإنه التجمهر متاعه يصبح غير قانوني. أنا ما عندوش حق في التجمهر. واضح المصالح وزارة الداخلية تقولنا سيد الوالي مصالح. لا 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 علم لنا تقولنا مصالح وزارة الداخلية. يلزم المواطنين تفهم أي أنه هنالك تجمهر يمنع قانونا ويفترض أن تترتب عليه تتبعات. سيد الوالي سيد الوالي بلاي سامحني فقط سيد الوالي خليني نفهم مليح. هم تقدموا مطلب خارج الأجيال لكن ليناهم نهار 14 جانفي ومصالح الداخلية تقول لك في باليش بهم. اي ما عندوش ترخيص غير مرخص هو. هاو نزل ورفع راية يعني مش علم تونس ما وتعرف مليح وشفتوا الخطاب نتاعهم تدخلوا على على على, على اليوتيوب على وتسمعوا مليح شنو اللي قال لا لا لا, لا على الميدان المصالح الأمنية اي تتخذ كل الإجراءات الكفيلة ب معناها عدم معناها التعكير الوضع العام في الشارع. ونحن بهذه المناسبة نحن نشكر المصالح الأمنية في الخطة المحكمة اللي قامت بها من أجل إدارة عملية التجمهر وعملية التظاهر وكل أشكال المظاهرات اللي ظهرت لنا في ذلك اليوم واللي كانت الحقيقة سلسة ومرنة وأعطت كل ذي حق حقه وبينت للتونسيين أنه راهو من الممكن تظاهر الناس رغم الغضب ورغم الحديث ورغم المزايدات تظاهر الناس بأقل ما يمكن من التشنج وبأقل ما يمكن من الخسائر. ونزيد نأكد لك أنه كاس قهوة أو فنجان لم يكسر في ذلك اليوم. سيد كمال كنت تسمع سؤال باهي مادام معانا لا يحسب استاذ كمال للسلطات الامنيه باهي عندي طريقه التنسيق التعامل اللي بيه. كانت بيننا وبينهم باهي سيد والي مثال في اطار واجبنا اي كان توسع شويه بركه عندنا زوز اسئله بصفة سؤال برقية. بصفه برقي معز بصفه برقي وسفيان بصفه برقي هو توجيه مباشره بالله ما عندنا برشا. انا نتفاعل مع السيد الوالي قانون 69 ما يطلبش ترخيص معناتها هو اعلام الاحزاب تعلم السلطه ولا تطلب
ترخيصا، لكن اللي نفهمه أن وقت اللي الولاية تنشر شكون قبلت عنده الحق يظهر وما قبلتش كما جابت الخلاص وتعطي الولاية الأسباب اللي أنا راها خارجة عن القانون. لكن سامحني سيد الوالي، سامحني سيد الوالي وحزب التحرير. سيد الوالي لحظة برك حنكمل سؤالي سيد الوالي، بعدك أجاوب كما تحب. لحظة برك سيد الوالي، لحظة برك حنكمل عاد. لكن حزب التحرير، حزب التحرير ما يهبطش مع الناس اللي قدمت مطالب والأحزاب اللي قدمت مطالب. أنا بالنسبة لي راه اللي عنده معاملة خاصة الحزب هذايا حزب بريفيليجي، نهبطوا الحزب اللي ما قبلناهمش ونقولوا علاش. لكن الحزب هذايا سيد الوالي نحكيو في الكومينيكي اللي هبطوه عطيتو كل جهه مثلا جابت الخلاص والدستور يحل الحر، فين عندهم بالضبط باش يعملوا الوقفه نتاعهم؟ علاش بما انكم عندكم مطلب من حزب التحرير ما قلتوش ووقع رفض مطلب، مش مطلب هو الاعلام ولايه تونس بالتظاهر ولا بوقفه في شارع حبيب بورقيبه لوصول هذا المطلب خارج الاجال؟ كانت اسهل معناها من نشوفوهم بالعلام السوداء وغيرهم نهار 14 جانفي بايجاز. سيد الوالي خاطر عندك سؤال ايضا مع سفيان. معناها انا ما نحبش معناها يتم تمرير بعض المفاهيم الخاطئه. يعني توا نحن إذا الفصل الأول يقول الاجتماعات العامة حرة، تفهم فيها؟ نسمع فيك معك. ويمكن أن تنعقد بدون سابق ترخيص، أراه مش معناها اللي ما سماش إجراءات. يعني لأنه الفصل الثاني بطبيعته في نفس القانون يقول لك راهو كل اجتماع عام يسبقه إعلان. وينص الإعلام على شو ينص؟ ينص على اليوم والساعة ومكان الوقوع ومعناها الغاية منه، الغاية من الاجتماع هذاك. ليش هذا الكل؟ ليش؟ من أجل أنه السلطات الأمنية تقوم بالتأطير. واضح. وتقوم بالتأمين. واضح وصلت الفكرة سيد الوالي. سفيان كان عندك بإيجاز بإيجاز خلينا نعملوا دورنا نكملوا بها البرنامج. اسمح لي وتضمن حق الاجتماع. أيوة والتنسيق معهم. سيد سي كمال. على قد ما يجي واحد آخر يكسر الاجتماع هذاك. بالضبط. نحن وجبنا أنه نمنعوا هكا الدخلاء وهكا قليلي معناها قليلي الخبرة التعامل المدني اللي معناها يسيئون الاجتماعات. بيجوز سفيان بإجازة. سيد الوالي جد سؤال بإجازة. الجماعة وبالتالي بغت الناس كله دخلوا في المسيرة. وقلت سيادتك انت توا مرحبا بهم، تعاملوا معهم الامنيين بطريقه سلسه ومرنه. واضح. ومدام حال الله يبارك. وقريت هذا في بيان وزاره الداخليه. اما انت قلت سيادتك انه يمكن تتبعهم او وجب تتبعهم من اجل مخالفتهم القانون. هل سيتم التتبع من طرف اي طرف سيد الوالي؟ يمكن تتبعهم من قبل وزاره الداخليه. اي هذا شقال هو هي مرسوم هذا كلام. اي هل سمعت انه سمع بلغ الى علمك انه سمع تتبع السلطات المسؤوله؟ أيوة. يمكن للسلطات المسؤوله. أيوة. ان تتخذ مش تتبعهم برك. هي في انستونتانيمون معناها حينيا يمكن ان تتخذ قرار منع كل اجتماع او كل تظاهر يمكن ان يخل بالامن العام او بالنظام العام. واضح. به شكرا لك. والناس المنظمين للاجتماع هذاك والناس المنظمين للتظاهره هما يجب ان يكونوا موجودين يوم التظاهر ويوم الاجتماع من اجل انه يكونوا ينسقوا. والسلطه اللي هي ممثله في وزاره الداخليه عندها من يمثلها في ذلك الاجتماع وفي ذلك التظاهر واللي يقول له اقف حبس. شكرا لك سي كمال الفقي. شكرا. مش شكرا. على خاطر نحب نوقف له الاجتماع. بالضبط. بالضبط. انما نحب نوقف الاخلالات. شكرا لك سي كمال الفقي والي تونس. تفضل. احنا سفيان خلينا نحط موضوع حزب التحرير وجوده.